جماعة هذا وايد من أشهر الديسكوات في دبي، هو الآن موجود في جدة الواجهة البحرية، حيكون كل طول فترة السيزون التذاكر 500 و 100 و 1000 500 و 100 و 1000، والدخول فاميلي طبعا أي عائلة تخش، وحيكون كل ويكند حيجي باند معايا من أوروبا أو المص، يعني ديسكو ولكن ديسكو محترم. أوكي، عرف اللي راح دبي وسافر يعرف إيش يعني وايت. وايت موجود الآن في جدة، موست ويلكم. لا، البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. يا أم المطهر، إعلان افتتاح ده وايت دبي، الموقع الرسمي بتاعه الآن جدة. جدة إن شاء الله، جدة ووتر فرونت كينج سعودي أريبيا 13 جون. ليه ما كنتوا خليتوها 5 جون؟ قدمتوا أسبوع وخليتوه يوم النكسة. يعني تخلوها تمشي 5 جون. أنا صورت اللي شفته قدامي، حسب ما فهمت من بعض الموجودين أنه ما يفرق عن أي ديسكو برا البلد إلا موضوع المشروبات، ما هو موجود، الباقي كله موجود. أنا بالنسبة لي لا تعليق. ما زلنا على موضوع مشكلة هيئة الترفيه، هل قدرت هيئة الترفيه تخدم المواطن؟ هل قدرت هيئة الترفيه أنها تخدم الوطن؟ هل قدرت هيئة الترفيه أنها تجذب السياح من الخارج؟ أنا أبغى أعرف، أنت اسمك هيئة الترفيه ولا جلسات وناسة؟ كل ترفيهكم قائم على الأغاني، مع العلم أن الفنان اللي تجيبوه بمليون وعشان أنا أدفع تذكر قيمتها 500 ريال وأتابع الفنان هذا، أنا أقدر أحمل أغاني على جوالي وما تكلفني ريال واحد، وفي كل حفلة تقام نشوف بعض من الشباب يهزون أكتافهم. إحنا ما إحنا ناقصين رقاصين، الرقاصات على قفا من يشيل. إحنا فعلا نحتاج لترفيه، نحتاج إلى مدينة الشتاء والصيف، نحتاج إلى غابات، نحتاج إلى أدغال، نحتاج إلى قفز باراشوت، نحتاج إلى حرف يدوية يفرغ الشباب طاقتهم حتى الأطفال. هذا اللي نحتاجه هيئة الترفيه، ما نحتاج هز كتاب هز خصور. في الأول وفي الأخير هيئة الترفيه وضعت من أجلنا، من أجل رفاهيتنا. خذوا بآرائنا واسمعوا اللي عندنا، وتعرفون أن الهشك بشك اللي قاعدين تسووه ما راح يخدم. أمانة هذا التطور اللي تدورونه أهل السعودية، صدق يعني هذا التطور، إذا هذا التطور اللي حنا نبيه، البحرين سابقتنا من سنوات، المغرب سابقتنا من سنوات، وش خليته لهم يعني؟ يعني صدق هزلت أشياء ما نتمناها تصير جالسة تصير على حس مشاهير عندنا، وعلى حس تركيا للشيخ، وعلى حس ناس، يعني لدرجة حتى المطاوع اللي عندنا اللي صار، والواحد يتكلم في الدين صار يحلل الغناء يوم العيد. يا أخي أنا بتكلم شاب سعود، أنا لاني مطوع، أنا بالعكس أبي الترفيه في كل مكان، أسافر وأروح، بس يا أخي أنا في السعودية يا أخي، بلد الوحي يا أخي، بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أخي شوي ركز، حنا متطورين في أشياء كثير، وبلازم نتطور في المجال ذا. هدي يا تركال الشيخ، صراحة شيء يقهر، تركال الشيخ انسحب من الكرسي ذا، عمرنا ما تمنينا السعودية كذا.